عارفة الشنط بتاعتكم اللي بتشوفكم بتجروها في المطار؟ تلمي حاجتك الأساسية اللي بتحتاجيها كل يوم، لأنك هتيجي معايا المصح. حجزتلك هناك، هتيجي معايا غصب عنك، بالعافية أو بالسوء. إن شاء الله لو ضربتك أو كتفتك تفضلي إيه؟ مالك متفاجأة كده ليه يا ديد؟ إذا كان أبوك وأمك أساساً اتطلقوا عشان هو عارف واحدة تانية، أكيد لسه بيعرفها. بقولك دخل بيها النادي ومعاهم ولد صغير، كأنهم عيلة واحدة. أنتي غلطانة، ما رحتيش وقلت لهم نفسك ليه وفهمتي الوضع بالظبط؟ معرفتش، مخي وقف. تاني بابي مكلمني من بدري الصبح عشان يعرف لو هكون موجودة في النادي ولا لأ.
لولا انه ادهم اخرني. الو، ازيك يا ادهم؟ وصلت. معلش اصلي عديت على حبيبه ونسيت اكلمك. حاضر. لا انا كويسه، مش هنسى. محمد رسول الله. محمد رسول الله؟ قال لي لا اله الا الله. هو التطور سريع شويه ولا حاجه؟ تطور ايه؟ يجي لك النادي من نجمه وتقعدوا تلغوا بالساعات لحد ما يفوت علينا الكلاس بتاعنا، وتاخدوا نمر بعض ويتكلم يطمن عليكي انك وصلتي، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ايه ده حكى لي عن نفسه بلاوي يا بيبو. كمان حكى لك عن نفسه؟ ده يبقى تطور اسرع من الصاروخ. امال فين الحلال والحرام والصح والغلط؟ مش معنى سامح لنفسه تقعدوا مع بعض لوحدكم وتحكوا بالساعات؟ مش ده برضو اللي كان بيقول اي علاقه بين الولد والبنت غلط؟ احنا في ايه ولا في ايه يا حبيبه؟ انا في ابويا اللي بقى بيروح النادي ومعاه ست غير امي وعيل صغير كمان. يا حرام يا ماما، امال هي تبقى عامله ازاي دلوقتي لو انا عامله كده؟ طب ما تكلمي ابوكي وتساليه. خايفه من رده يا بيبه. اهلا اهلا. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ ازيك يا سارة؟ ازيك يا ازيك يا ديدا، وحشتينا. تعالي هيا يا حبيبتي اشربي. ايه بقى؟ طب ماجدة، هو بابي اتجوز؟ انا مش عايزه اكلم مامي اسالها عشان ما اعرفش اذا كانت عارفه انه اتجوز ولا لا، بس انا شفت بابي النهارده في النادي وكان معاه واحده ست وولد صغير. يخرب عقلك يا مصطفى، ما لقيتش غير النادي اللي تاخدها وتوديها فيه. اتجوز يا طنط، مش كده؟ قلت لها يا ماجده؟ بقول لك والله ما قلت لها. طب قلت لها ايه؟ قلت لها اني ما اعرفش، حست بحاجه مش كده؟ هي يعني بنت غبيه شريفه، يعني كانت عامله ازاي يا ماجده؟ قلقانه طبعا. وصلت بيه البجاحه ان هو ياخدها ويروح النادي اللي بنته بتروح فيه كل يوم. المهم دلوقتي ان بنتك مش هتهمد غير لما تعرف الوضع عامل ازاي، وانا رايي ان ابوها لازم يقول لها. لا لا، ممكن يجي لها انهيار وانا لازم ابقى جنبها في حاله زي دي. اوعي تقولي لها يا ماجده. بنتك مش هتهمد غير لما تفهم. وفرتي بقى راحت سالت ابوها. بقولك ايه، كلمي حازم وقولي له يقول لمصطفى الزفت ده هو ما يقولهاش. اقفلي، انا هكلمه لحسن فريده تكلمه. ما تهدي بقى شويه انت كمان. الله يا بنتي، اهدى ازاي بس؟ البنت داخله على امتحانات وزفت وممكن يجي لها انهيار. انت كده اللي هيجي لك انهيار. والبنت كانت قدامي النهارده كويسه. هي متضايقه شويه بس في الاخر يعني كويسه، لكن انت كده اللي هيجرى لك حاجه، وساعتها البنت فعلا هيجي لها انهيار. بكره هنزل على اول طياره، هدور على تذكره وانزل على اول طياره. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ما انت جايه كده كده كمان كام يوم. بقول لك ايه، انا لو قعدت كده هتجنن، مش هقعد كده، انا مش ناقصه جنان يا ماجده. يلا باي حبيبتي، باي. ناقصه جنانكو. لقيت لا بزنس ولا ايكونومي، لا على المصرية ولا على الاماراتي، ولا ويتنج ليست. ولا ويتنج ليست. هتصرف ازاي انا دلوقتي يا ربي؟ هتصرف ازاي بس؟ لا لا لا، احنا لازم نهدى عشان نفكر كويس. بعدين انا مش عارف انت ليه ما حكيتي معي امبارح. لو حكيتي معي كان ممكن تكون حالتك افضل من هيك بكتير. ما قدرتش اكلمك امبارح، كفايه اللي انت فيه. انا ما نمتش دقيقه واحده من امبارح النهارده. ما تقلقي، انا احسن بكتير. ما دام رنا دخلت المصحه انا ارتحت. شفتها؟ لا لا، ما تقلقي، لا شفتها ولا رح أشوفها. هتاخد أجازة؟ أنا حجزت تذكرة على الأردن في نفس الوقت اللي رح تنزلي فيه مصر. أنا مشتاق لأهلي بصراحة، أنا محتاج أشوفهم أكتر ما هم يشوفوني. أروح بقى علشان ألحق أرتاح شوية قبل ميعاد العيادة. أنا رأيي إنك ما تقعدي لحالك، حتى لو قعدتي لحالك ما رح ترتاحي. راح تحكي تليفون مع دكتور حازم او مع ماجده وتصرخي لهم في التليفون. انا لسه قافله مع الدكتور حازم، قلت له اياك مصطفى يقول لبنته اي حاجه قبل ما ارجع مصر. طب شو رايك بدل ما تقعدي لحالك وتفكري وانا اقعد لحالي واقعد افكر،
ونوصل لقرارات غلط، خصوصا بالحالة الهستيرية اللي صايبتنا احنا الاثنين. شو رأيك اعزمك على الغداء لغاية ميعاد العيادة؟ شيل الاخر تخليني اكمل الاخر ما تقطعين. حاضر، قول يا فين. طيب شكرا. اولا انا شايف انه ردة فعلك على اللي صار كان اكبر من اللي صار نفسه. اكبر ازاي بس يا زياد؟ ثانيا ردة فعلك كانت اكبر بكتير، لانه الحقيقي اللي جواكي انه العصبية مش بسبب انك قلقانة على فريدة، السبب المهندس مصطفى، لأنه قدر يمارس حياته بشكل طبيعي ويطلع من الأزمة اللي أنت لسه ما قدرت تطلع منها. أنا متهيألي إن أنا عمري ما هعرف أعدي الأزمة دي. ما في أزمة ما بتعدي، بس لازم تاخد وقتها. يعني ممكن تمر بوقت مر صعب بطيء طويل، بس في الآخر بتعدي. الكلام ده أنا بقوله لكل العيانين بتوعي ولكل الناس، أنا عارفة كويس. احنا كلنا عارفين هذا الحكي، بس أوقات بنحتاج نسمع من حد. ثالثا أنا شايف إنه فريدة لما شافت أبوها مع مرته، هذا إشي معنا مش ضدنا. إزاي يعني؟ فريدة مصيرها راح تعرف أول عن آخر، صح؟ صح. يعني اللي صار درجلنا الخبر، لما أبوها يقولها وهي عارفة أو متوقعة، وقع الخبر راح يكون أخف عليها لما تكون مش عارفة إشي. فكري بالموضوع بمعزل عن مشاعرك الشخصية تجاه مهندس مصطفى. مش قادرة أفصل بين دي وبين دي، مش عارفة. مين أهم بالنسبة لك؟ فريدة ولا اللي صار بينك وبين أبوها؟ طبعاً فريدة. طيب إذن لازم نفصل. في مثل مصري بيقول وقوع البلاء ولا انتظار. يعني تفتكر أكلمهم في مصر أقول لهم يقول مصطفى يقول لبنته بالطريقة دي التوتر بتاعها هديع؟ ليه عايزة الكون كله يمشي على مزاجها؟ ليه اللي هي شايفاه هو الصح والمثالي؟ ليه كل أوامرها لازم تتنفذ؟ فريدة زي ما هي بنتها تبقى بنتي أنا كمان، وما دام شافتني مع شهد وكريم في النادي يبقى لازم تفهم الوضع عامل إيه. الدكتورة مش بتفكر في بنتها يا حازم، شريفة الأول مرة بتفكر بكل أنانية، عايزة كل حاجة تقف لحد ما هي تيجي. مش حاسة قد ايه ده ممكن يأثر على مشاعر بنتها ولا يلخبط العلاقة اللي مصدقت اتصلحت بيني وبينها. يا مصطفى الوضع كله بلخبط، مشاعر شريفة مشتتة. مشتتة؟ اسمع يا حازم، انا مش عيل صغير ولا مجبر ان انا امشي على الخطة اللي رسمها الدكتورة شريفة. انا هقعد معاها وفهمها على كل حاجة. الو. هنا. طيب خلاص اوكي باي. دي شريفة بتتكلم من دبي، قالت انها فكرت في الموضوع كويس، شايفة ان الوضع ما يستحملش التأجيل، وعرفت ان انت هنا. قالت لي بلغك لو انت قادر تواجه الموقف لوحدك كلم فريدة وروح لها. انا بقى من وجهة نظري بقول ان احنا نكلم فريدة وتقعد انت وانا وندى، ده لو ما كانش عندك مانع. لا معلش، ده موضوع يخصني انا وبنتي. الو. ايوه ديدا حبيبتي. رجعت امتى بس يا دكتورة؟ انت مش لسه مكلماني من 10 دقايق قلت لك لسه نازلة؟ تعبانة بس شوية، ادعي. لا طبعا ما حكيتليش حاجة. وادعي لفريدة. طيب اهدي بس. بصي ممكن تسيبيلي الموضوع ده وانا هتصرف؟ حاضر والله العظيم اول ما هتوصل هقولك. حاضر. نعم يا ماما. مين الدكتورة دي اللي بتكلميها؟ دي دكتورة شريفة. شريفة مين؟ بنتك يا نونة. انا عايزاها. هاتي نونة معاكي يا دكتور. الو.
يا حبيبتي. اوكي اما حازم ما قعدنا في حته اوتيل تحفه تحفه يا شريفه، احلى من بيتنا كتير. باكل ايه؟ باكل حاجات حلوه هو بعتها لي، حاجات كده بتاع المدور ده، ومحشي حاجات جواه، وحاجات تانية كتيرة قوي قوي. بعت لي من اثيوبيا الحاجات دي، وبعت لي كمان جيلي. يا سلام، احلى جيلي اكلته في حياتي. هايل. شوفي اثيوبيا بعيدة ازاي، الجيلي وصل زي ما هو، ما سحش ابدا. بالهنا والشفا. مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجة. صوتك متغير. تعبانة بس شوية، ادعيلي. طبعا بدعيلك. وادعي الفريدة. وبدعي الفريدة كمان. امال يعني خالد تتكز ازاي بس؟ شريفة انا عايزة استأذنك في حاجة. نعم. ممكن يعني لو انا النهاردة اتأخرت بالليل ابات هنا في الاوتيل انا واميرة؟ طبعا يا ماما. ميرسي ميرسي يا حبيبتي، اوعدك مش هعمل كده تاني. هاتي انا نايمة. اوكي باي. ايه يا دكتورة؟ الو الو. قفلت. شريفة شكلها زعلان، زي ما تكون زعلانة هي ومصطفى. تعرفتي منين يا نونا؟ صوتها متضايق قوي. احنا كده البنات بنبقى متضايقين قوي لما نزعل من الراجل اللي احنا بنحبه. على كده بقى انت بتبقي متضايقة لما ابي حازم بيزعلك؟ حازم يزعلني انا؟ انت مجنونة اكيد. حازم مش ممكن ابدا يستحمل زعلي. قولي لي، هو التليفون ده في دولي؟ تهيألي كده يا نونا. طيب اطلبي لي اثيوبيا. افتحي بقى يلا. هم يا جمل. عملت في روحها حاجه بنتي، عملت في روحها حاجه انا عملتها كويس وتقولوا لي ان انا مزوداها. طيب ممكن تهدي وتاخدي قرصه الدواء؟ لا لا، انا مش هاخد مهدئات ومش هاخد غير لما اعرف هي فين. ثابت ابوها الساعه 8:30 لحد دلوقتي الساعه 4 الصبح، لا روحت وقافله تليفونها وما راحتش عند حد نعرفه، يبقى جرى لها حاجه. اكيد جرى لها حاجه. لا ان شاء الله مفيش حاجه. ان شاء الله مفيش حاجه، يا رب تكون في حاجه. بس كده بنتي راحت، بنتي راحت يا زياد، بنتي راحت. استنى. لقيتوها؟ لا اسم ولا مستشفى يعرفوا عنها اي حاجة. هتبقى بخير يا خالتي ان شاء الله. يا عطرة، انا عمري ما هسامح نفسي لو حصل لها اي حاجة. هي لما سبتك كانت حالتها عاملة ازاي؟ انا ما سبتهاش غير لما اطمنت عليها وبقت كويسة. وبعدين هي قالت لي راحة البيت، كلمتها في التليفون وانا في العربية، قالت لي انها مقربة من البيت خلاص. ايوه، وانا كلمتها بعد ما قفلت معاك وقالت لي ان هي كانت بتكلمك وحكيت لي على اللي حصل، بس قالت لي كمان ان هي جاية على هنا. الطريق من المكان اللي كنت فيه لحد هنا ما فيهوش اي حوادث الحمد لله. الحمد لله. ايوه حبيبة، لقيتيها؟ لا لسه يا حبيبتي، اكيد لما يكون في حاجة هقولك، وانت كمان مش محتاجة اوصيكي. ماشي، مع السلامة. بعدين شريفة زمانها بتموت هناك. لسه قافلة معايا من شوية، ما فهمتش منها أي حاجة من كتر العياط. لين عربيتها؟ يا رب. أيوة ماجدة، لقيتوها؟ Come on.
ايوه يا مجدي، فريدة عندي هون في دبي. حرام عليك، انا كنت هموت. يعني ايه سافرت دبي؟ يعني الحمد لله يا شاه، الحمد لله انها بخير، الحمد لله انها مع مامتها دلوقتي. هما الاثنين دلوقتي مش محتاجين اي حاجه، قد احتياجهم لبعض. هي فريده متعلقه بمامتها للدرجه دي؟ فريده للدرجه دي موجوعه ومصدومه مني. ظهر ان انا اب وحش قوي يا شاهد. ما تقولش كده يا مصطفى. طب انت عارف النهارده كريم قال لي ايه قبل ما يخش ينام؟ قال لي ان عمره ما فهم دروسه الا لما انت ذاكرتها له. عمر لبوه ما كانت مذاكره مسالتين حساب. طب ولو قلت لك ان هو قال للولاد في النادي النهارده ان انا مامته وان انت باباه؟ بجد؟ وحياتك عندي، وفريده كمان بتحبك قوي، والا ما كانتش اتصدمت قوي. غيرانه مننا شويه يا سيدي، بس وحياتك عندي هخليها تحبنا، وحاسسه ان البيت ده بيتها زي ما بيت شريفه بيتها بالظبط. I promise. جبت العربية وقعدت ألف بيها، كلهم كلموني يطمنوا عليا. أول ما شفت المسج اللي انتي بعتيها اللي بتقوليلي فيها أكلمك أول ما أسيب بابي، حسيت أني محتاجة أرمي نفسي في حضنك ومش محتاجة أي حاجة تانية في الدنيا. حسيت أني بردانة وعايزة أستخبى في بطنك أكني لسه ما اتولدتش. فتحت تابلو العربية لقيت باسبوري، بصيت على الفيزا بتاعت دبي لقيتها لسه فاليد. قفلت الموبايل وطلعت على المطار، بس ما لقيتش ولا مكان على الطيارة. قعدت اعيط للراجل لحد ما صعبت عليه وجاب لي مكان. جبتي فلوس التذكرة منين؟ الفيزا. قفلتي موبايلك ليه؟ عشان لو كنت قلت لأي حد اني هعمل كده كانوا هيمنعوني، حتى انتي، بس محدش كان هيحس انا محتاجة لك قد ايه. انا كمان كنت محتاجة لك يا ديدا. تعرفيش انا كنت عاملة ازاي؟ كنت هتجنن. كنت عارفة انك انتي مع ابوكي. انتي كنتي عارفة يا مامي؟ ايوه يا اختي، عشان كده زرابيني كانت بتطلع لما بتجيبي سيرته. انا اسفه يا ماما. انا اللي اسفه ان انا ما كنتش جنبك في يوم زي ده. اسفه لما بهب فيكي زي المتروليوز وانتي مش عارفه ليه. انا زعلانه منه قوي. انتي عارفه انتي لو كان جرالك حاجه انا كنت اكلت مصاريه. بس دلوقتي عين عليا كل يوم واشكره عشان رجعتي في حضني تاني. يعني ان عين امك روح دكتورة. انتي وعدتيني ماكو احد رح يعرف غيرك، مش هدي؟ انا لسه عندي وعدي، ما تخافيش. عقب ما نام بساعتين ليلة العرس بقعد بروحي شني حتى منبه يمي، ولو واحد نايم جنبي بحط له منوم قبل لا ينام، ولو واحد رابطني بفك نفسي بروحي واتسحب، اتسحب لين برا في اي مكان بعيد عن اهلي، واقص شعري عشان لا يصير العرس. ليه؟
مع انك انت بتستني الليله دي وقلتي انك انت ما حبيتيش غيره. تتذكرين شنو قلتلك؟ اكثر شي بيحبها فيني عبود شعرك. شنو بعد؟ واخلاقك. واكيد البنت اللي خطبها بيحب اخلاقها، لازم تكون محافظة على نفسها. وش دي؟ وضحي اكتر يا ماري. يعني لازم تكون بكر. طب انتي قلتيلي انك انتي مفيش حد في حياتك الا خطيبك وبس. عمري ما حبيت حد غيره. مريم للمرة المليون بقولك مفيش بني آدم هيعرف كلمة من اللي انت بتقوليها لي. بس لازم تحكيلي كل حاجة عشان أقدر أساعدك. العمر مهما طول رحلة قصيرة، لازم نعرف نستمتع بيها، لازم نعرف نعيشها كويس. الغبي اللي ما يعرفش يستمتع بحياته، وانت مش غبية بدليل انك انت خبيتي على الدنيا كلها اللي بيحصل لك. انا نفسي اعرف ازاي هانت عليكي نفسك انك انت تعملي في نفسك كده. ازاي بتعرفي تحرمي نفسك من الانسان الوحيد اللي انت حبيتيه في حياتك؟ وليه؟ ليش انا بالذات اللي يصير لي شدي؟ ليش حصل ايه بس يا مالي؟ حصل ايه؟ كان عمري 14 سنة، كان بعدني في المدرسة. أبوي وأمي كانوا يخافون علي وايد، كانوا ما يرضوني يخلوني أطلع بروحي حتى رفيجاتي هم يجون، لكن أنا ما أروح حق أحد. حتى باص المدرسة ما كانوا يرضون أروح فيه، ولا رحلات ولا أي شيء. أبوي ما كان يثق غير في شخص واحد، أزهار السايق الباكستاني. أبوي كان مربيه من وهو صغير عندنا، هو اللي كان يوديني، هو اللي كان يجيبني في المدرسة. كنت كل يوم دايم أشوفه يطلعني بالمنظرة نظرات غريبة، بس أنا كان بعدني صغيرة مو فاهمة شيء. وفي يوم تعبت وايد، حرارتي ارتفعت في المدرسة، حتى من كثر التعب نمت في السيارة. كل ما قعد ألاقي أزهار ما شفت ريش غير تريش البيت، بس من كتر التعب كنت دايخة مو قادرة حتى أسألها أنت وين رايح. فجأة وقف بالبر وبطل الباب وهجم علي ما قدرت حتى أقاومه. كل ما قام يتقني ويضربني أغمى علي وفقت. كان رجعت البيت مريضة 10 أيام بين الحياة والموت. طب انتي ما حكيت لهمش على اللي عمله؟ لا طبعا. ازاي؟ لو كان احد عرف ما كنت قدامك لين الحين. يعني ايه؟ كانوا ذبحوني يا دكتورة. يذبحوك انت ليه؟ دول لازم يقتلوه هو. هو انحاش على ديرته. يعني ايه انحاش؟ اتقبض عليه؟ هرب. وانا ما كان حد يصدقني. يا بنتي انت كنت طفلة. يا دكتورة انا امي ست غلبان فلاحة من الحوامدية، وأبوي
حتى ما يخليني أطلع من غرفتي لو أحد من إخواني الشباب يجون البيت. أنت ما تعرفين ده ريال عنيف ما يحب البنات، بالنسبة لخلفة البنات عار. أنت تعرفين علشان يوافق إن أروحك دكتور نفسي كان شرط إنها تكون حرمة، حرمة مو ريال، وكان شرط إن علاجي يكون بعيد عن الكويت وعن مصر عشان ما أحد من أهله ولا أهل أمي يعرفون شيء. بالنسبة له اللي حصل لي ده مصيبة كبيرة كبيرة. واللي انت فيه ده دلوقتي مش مصيبة؟ ما قلتيش لخطيبك ليه؟ لا لا طبعا مستحيل. مدام بيحبك هيفهم. أنا قلت لك أكتر شيء كان يحب فيني أخلاقي وضاعت. وده يعيب أخلاقك في إيه؟ يا دكتورة البنت اللي عندها أخلاق ما تفرط في نفسها. يا بنتي أنت ما فرطيش في نفسك ولا في شرفك يا مريم، في إيه؟ بس أنا مو بكر، وعبد الله ولد عمي أبوه رباني نفس ما تربى هو وأبوه. أيوه بس ده ما يرضيش ربنا خالص. ناس وايد يسوون أشياء ما ترضيش ربك. مش عيشة دي يا دكتورة. لو أي أحد من أهلي عرف كان زمانهم ذبحوني دفنوني بالحياة. تعرفين إحنا ما تيدد بحياتنا غير لبسنا والأجهزة والأساس. اوعى تفتكري إنك لو حاولتي تكلمي أي أحد من أهلي بالعقل هيفهم او هيستوعب. انا حكيت لك عشان خلاص مو قادره اشيل الحمل بروحي. هتسترين علي؟ هتفضلي هنا في المصح هتقعدي معايا كام يوم، هنتكلم في كل اللي انت عايزه تتكلمي فيه وهننسى كل اللي فات، وبعدها هتخرجي وتعيشي زي بقيه البنات، هتحددي يوم فرحك انت وعبود، وتصحي يوم الصباحية تعملي له أجمل تسريحة بشعرك اللي بيحبه، وساعتها هيقوم من الصباحية ويقول يفتخر قدام كل الناس بأخلاقك اللي ملهاش زي ده. ربنا اسمه الستار. تعرفي يا أميرة زمان لما جينا سكننا هنا ما كانش في حوالينا اي بيت من البيوت اللي انت شايفاها دي. ساعتها بقى الناس قالوا على جوزي فارس انه مجنون. وهو مجنون واسمه ايه ده كمان براوي، ما بيحبش الناس، بيغير عليا. بقى يا ستي جابني هنا عشان ما حدش يشوفني. هو اتاخر كده ليه؟ هو مين ده يا نوني؟ فارس جوزي. تأخر فين بس؟ في الشغل. أصل هو النهاردة قبل ما ينزل الشغل قال لي نفسي أكل كباب حلة من إيديك. كلميه في التليفون يلا، قولي يستعجل ويجي عشان أنا جحت خلاص. حاضر يا نونة هكلمه. صباح الخير. صباح النور. أنت مين؟ أنا بلال استبعية. أنا عرفك؟ أنا بلال الكهربائي. ما خدش بالي. صباح الخير يا سمير. صباح النور. عم حلمي موجود؟ اه جوه. عندهولك؟ لا لا يا ريت بس تدي له الحاجات دي كان موصين عليها. طب ثواني انا عندهولك. لا لا مفيش داعي، انا بس عندي شغلانه وراكوا هنا هخلصها وباجي له كمان ساعه كده. طيب اهلا يا بلال. صباح الخير يا خالتي. خير يا ابني. مفيش، ده عم حلمي كان موصين على شويه حاجات جبتها له. طب ما عرفتش من الباب التاني ليه؟ ما هو انا كنت هلف له بس لقيت ست بهيجه وانسه اميره فقلت اسيب معاهم الحاجه. معلش اصل انا مستعجل. طب يا ابني ما دام مستعجل روح شوف اكل عيشك وبارجع لعمك حلمي بعد كده، بس المره الثانيه تروح الباب الثاني. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. اميره هو ده خطيبك؟ لا خطيبي ايه يا نونه؟ بس هو راجل طيب وابن حلال، بس انا اكره ما عليا احط النار جنب البنزين. لازمته ايه الكلام ده بقى يا خالتي؟ ده كلام ولا حديد، انت فاهمه وانا فاهمه. وانا بقى اللي مش فاهمه، مش كده ست علي ولا ايه؟ على فكره بقى
انا بفهم احسن من اي حد اخر. انت ست المفهوميه يا استاذ بهيج. يلا بقى عشان ناكل الاكل اللي جالك من اثيوبيا. اكل ايه؟ انا مش هاكل غير كباب الحله اللي انا عاملاه لفارس جودي بقراية الاثنين. انت فين يا زياد؟ قلقتني عليك. ايه الاختفاء المفاجئ ده؟ لا بترد على تليفوناتي ولا بلاقيك اونلاين. تليفوناتك اي كلها ميست كول واحده اللي لقيتها منك في الاربع ايام اللي فاتوا. ولما لقيت مني ميست كول مش تتصل؟ انت متعود ما بتنامش لما بتكلمني يا زياد. كنت بفكر يا نيفين. بتفكر يعني ايه؟ يعني بفكر وبعيد حساباتي مع نفسي في حاجات كتير ولسه ما خلصت التفكير. في ايه يا زياد؟ في حاجه ولا ايه؟ يا حبيبتي ما ينفعش على التليفون. اما اشوفك نتكلم. تشوفني ازاي؟ الاجازه السنويه بتاعت العياده كمان كام يوم. انا هنزل الاردن اشوف اهلي واطمن عليهم وبعد كده هنزل مصر حتى لو يومين. ولازمتها ايه ده كله يا زياد؟ يعني تدفع تذكره من دبي للاردن ومن الاردن لمصر ومن مصر لدبي؟ لازمتها ايه المصاريف دي كلها؟ محروقه المصاريف على الفلوس يعني فين. بقول لك انا محتاج اشوفك، انا محتاج اشوفك، لازم اشوفك واحكي معك كنت قدامي. احنا كل ما فينا بنبعد عن بعض. قلقتني يا زياد. انا كمان قلقان عشان هيك لازم انزل لك. في اشياء كتير لازم نحكي فيها. انا مش قادره استوعب الوضع الجديد لكن لازم نستوعب هنعمل ايه. وانا كمان مش قادره استوعب ان انا هروح لبابي بيت تاني غير بيتنا وهقعد مع مراته وابنها وتعاملني زي بنتها واعملها زي مامتي. لا مفيش حد زي امك. انا امك بس اللي لطشك. انا امي مفيش احلى منها في الدنيا. انا عارفه. يا ريت بقى ما تجيبش سيره ابوكي كتير. اه صحيح، بابي مشى السواق بتاعه ودلوقتي بيدور على سواق، وابن دادا مش لاقي شغل، وهي بصراحه مكسوفه تقولك انه يشتغل مع بابي لحسن تتضايق. حبيبتي دادا دي هكلمها اقول لها تبعته له. وحبيبه حجزت لاميره في محو الاميه بناء على توجيهات حضرتك اللي انا معرفش عنها حاجه. انت مالك واخده موقف من اميره ليه؟ اصل بتقعدوا تتودودوا كتير كل يوم بالليل، واول ما ادخل عليكم تسكتوا، وبعدين بقيتوا قريبين من بعض زياده عن اللزوم. يا ريت تحاولي ترجعي ثقتها فيكي تاني، تحكي لك اسرارها وتعرفي انا بعمل كده ليه. وبعدين بصراحه بقى انا كنت ايه، كنت بفش معاها غلي اللي ما كنتش قادره اعمله معاكي. هو دلوقتي بقى ينفع؟ وبعدين ما ينفعش يبقى في حاجه انا وانتي ما نقدرش نتكلم فيها. طب قولي لي بقى، شكلك كده عندك جديد، عايزه تقولي لي ايه بقى الجديد؟ مش عارفه لو عندي جديد ولا لا، بس شكلي كده عندي. في واحد صاحبنا جديد في النادي، صاحب نادر خطيب ريم. ده ظهر امتى ده؟ هو ظهر فجأة وخلاص، وده الجديد بقى آخر حاجة يا ماما. اسمه ايه؟ أدهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال حمدي فين؟ امال صبرك معايا شاي يا ام. خش البس بسرعه عشان تلحق تروح للبشمهندس مصطفى في الشركه قبل ما يروح. طب وعايزني في ايه؟ هيشغلك معاه. الدكتوره شريفه كتر خيرها، اتكلمت من دبي وقالت انها موافقه. وهيشغله ايه بقى ان شاء الله؟ هو محتاج سواق. سواق امال هشغله ايه؟ وزير. يلا يلا خش البس، ده احنا ما صدقنا. طب وهيديني كام بقى؟ انت عايز تشلني؟ ما اديك اللي اديهولك. هو احنا لاقيين؟ ليكش بس تستر وتعمر. قال انا خلاص تعبت. مستني ايه؟ ما تقوم يا اخويا تلبس بسرعه علشان تلحق الباشا يا اسطى. اما جاب الغراب لامه. زوجك حلو قوي يا انجي. عندي حق اني اقول البيت جنتي ولا انت ايه رايك؟ اي حته تبقي فيها تبقى جنه. كلامانجي صاحبك قوي يا هان. اه طبعا اساسي. انت هتقولي لي بقول لك ايه يا هانز؟ لف لنا سيجارتين حلوين كده. باشا. لا والنبي بلاش السيجارتين دول. ينيمونا، انا ما نمتش من امبارح ساعتين. احنا لسه في اول الليل يا جماعه. طب انجي نشرب احنا، بلاش انت.
في الندالة مفيش حاجة من غير بعض، احنا على الحلوة والمر. انا موافق جدا، انا لله دمائي تضامنا معاك يا انجي. شفت الجدعانة؟ وعشان جدعانته دي انا هكافئه حتة مكافأة كافية. بس يا واد بقى، الله مش انت اللي قايله هتكافئيني؟ ادي المكافأة. الله اكبر، اهو ده الكلام، اهو كده بقى نقول طز في الحشيش. ايه ده؟ ده كوكايين يا معلم بجد. انت عمرك ما جربت الكوكا قبل كده ولا؟ عمري ما جربت الكوكا قبل كده يا انجي. يا انجي الواد وشه اصفر خالص. فكرتني بنفسي اول مره اجرب الكوكايين، افتكرت كل الافلام العربي اللي في الدنيا بقى، وافتكرت ان انا همشي في الشارع بقى اهرش وعينيا تبز لبره وريل وحاجات كده. يا امال هو ايه نظامه؟ انت فاكر اني بالغباء اني اضر نفسي؟ الكوك مش ادمان يا معلم، الادمان الهروين، انما ده كيف الملوك، يعني مش اي حد يقدر على تمنه. انت عمرك ما قلت لي انك جربت قبل كده. اديني قلت لك يا سيدي. انا اللي قلت الهني ما يقولكش لحد ما احس انك تستاهل النثق فيك. الناس ما بتفهمش الحاجات دي خالص. طب ده دماغه عامله ازاي يعني؟ من اول كام لاين مش هتعرف، بس على اخر القعده انت اللي هتقول لي دماغه عامله ازاي. خد اصل بتاع ده، رغم ان هو يعني بيسعدك بس ممنوع ممنوع تضحك في وشه. طلع نفسك كله بره، اوعى تقرب للطيارة. بس ده مزاج ما تصفش، ده يتحس. هو دماغه غريبة، ما تتوصفش تتحس. ما فهمتش قوي من أول مرة، بس بعد كذا مرة عرفت اللي بيسموه كيف الملوك، لأنه بيحطك في مود جميل وعالي، مود آخر مملكة.